يا سلام يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألذ بسبوسة ممكن تقربوها على الإطلاق، وبدون مبالغة نبدأ بالمقادير. أول شيء عندي نص كوب من الماء، نص كوب من السكر، نص كوب من الحليب، نص كوب من الزيت، كوب من جوز، كوب من السميد أقصد، وكوب من جوز الهند. عندي ملعقة من ملعقة صغيرة فانيلا، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر. عندي علبة قشطة. هذه المكونات. عندنا مكونة الحشوة، أو الحشوة هذه تستخدموها للكنافة وكذلك للبسبوسة. نستخدم الجبن المطاط اليوم، بوريكم الطريقة. عندي كوبين من الحليب، كوب من جبنة الموزاريلا، علبة قشطة حجمها 170 جرام. عندي 4 شرائح من الجبنة المطبوخة اللي هي نستخدمها للهمبرجر. هذه المكونات كلها. الحين نبدأ بالطريقة. أترك الحليب هنا على النار يطبخ حتى قريب الغليان. هنا الحين بنمزج المكونات. الجافة ما عدا السكر والماء والقشطة والزيت، هذا بنخلطهم مع بعض مع البيض. الحين هنا الحليب قرب على الغليان، أسكر النار، أضيف غطاء من الخل الأبيض بهذا الشكل، أحرك الحليب مع بعض علشان يبدأ ينفصل الماء عن القشطة. شوفوا كيف ما شاء الله. الحين عندي هنا مصفى، أحط الحليب عليه بسم الله. الحين أتركه كذا حتى يتصفي. الحين عندي هنا البيض، أخفقهم بعد كذا. أضيف السكر بالتدريج، وكذلك أضيف الزيت بالتدريج مع التحريك. أهم شيء القوام هذا يا جماعة علشان تنجح البسبوسة. شوفوا كيف. الحين أضيف العلبة القشطة كذا، تمام. أخفقها. الحين أضيف الماء. يا جماعة اللي ما عنده حليب بودرة يستخدم نص كوب حليب طوالي. الماء هنا أنا يعتبر الحين استخدمت ربع كوب فقط. طيب الحين نخلط المكونات الجافة. أضفنا المكونات كلها وخلطناها مع بعض. الحين هنا كذا تمام. نقسم المكونات هذه نصين، وهذه المكونات السائلة نصين. تقريبا كذا نصفين، تمام. الحين هنا عندي أضيف المكونات السائلة بالتدريج. أول شيء أضيف النص علشان أشوف القوام كيف. بسم الله. هنا تقيل، أضيف الكمية المتبقية، يعني تمام التمام كذا. خلاص يكون عندنا صح مدهون بالسمنة قبل. أوزع الخليط على كامل الصحن بسرعة علشان البيكنج بودر يتفاعل مع الحرارة، لأنه لو ظل كذا. شوفوا كذا الحين تمام. أدخله الفرن. هنا عندي الفرن ساخن مسبقا، طبعا من الأعلى فقط. الحين أشتري الطبقة هذه بس تمسك اللي فوق علشان نصب القشطة. طبعا درجة الحرارة يا جماعة تكون على 180 مثل ما أنتم شايفين، ما شاء الله. عندنا هنا الشيرة، حطيت 2 أكواب من السكر مع كوب ونص من الماء.
رشة صغيرة من الهيل وعصرة ليمونة وشوية من الزعفران الطبيعي واتركها تغلي. الحين عندي هنا الوعاء على النار اللي طبخت فيها الحليب، هنزل الجبنة. هذه الجبنة رجعتها على القدر. الحين اضع الجبن المزوريلا مع شرائح الجبن، قلبهم مع بعض، نضيف عليهم القشطة، اتركهم حتى يتجانسوا مع بعض، تصبح عندي جبنة مطاطية. شوفوا كيف هنا الجبنة بدأت تتشكل باقيلة شوي، شوفوا تخيلوا كذا تكون مع الكنافة، يا سلام. شوفوا كيف، هذه طبعا بديلة للجبن العكاوي لأنه ما يتوفر في كثير من البلدان. بنضع لها غطاء من ماء الورد، مهم جدا علشان ننكيها. شوفوا هذا الغطاء ماء ورد طبيعي، نقلبها. الحين هنا بعد ما طلعتها من الفرن، شوفوا ما شاء الله، اهم شيء انها تثقل كذا، هذا مهم. الحين اصب القشطة، اوزع كذا، خليها تبرد كذا حتى تمسك القشطة، علشان بعد كذا بضيف عليها الطبقة الثانية. هنا بعد ما نشفت الجبنة عندي، اخلط المكونات المتبقية، حطها الحين على الطبقة. شوفوا ما شاء الله نشفت عندي، بسم الله ما شاء الله كذا كويس. أزينها باللوز، عندي هنا لوز بلدي، هذا لوز يمني بلدي. وهنا خلاص كذا تمام ما شاء الله، أدخلها الفرن. طبعا الفرن عندي ساخن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180. بسم الله ما شاء الله، هنا درجة الحرارة تكون 180 من فوق ومن تحت، يعني وقت له 25 دقيقة. هنا ما شاء الله صارت جاهزة، الحين أطلعها. ما شاء الله تبارك الله، بصب الشيرة بسم الله، أخليها الحين تتشرب الشيرة كذا. هنا برش عليها القليل من جوز الهند، عندي هنا جوز الهند على لون أخضر، أضيف القليل كذا من باب الزينة ما شاء الله. الحين أتركها كذا تبرد بالثلاجة أقل شيء ساعتين. هنا بعد ما بردت البسبوسة أقطعها الحين. يا سلام يا سلام، شوفوا كيف، وهذه ألذ بسبوسة ما شاء الله تبارك الله، صارت جاهزة محشية بالقشطة، لا ألذ منها أبدا. شوفوا هنا من الخلف كيف مستوية الطبقة اللي تحت، هذه الطبقة اللي على الوجه، شيء جدا طيب ما شاء الله. أتمنى تجربوها بهذه الطريقة. الحين بسم الله نجربها، يا سلام شوفوا كيف، بسم الله. الطعم يا جماعة ما يرحم. تحياتي لكم أينما تكونوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تجربوها بصراحة يا جماعة، بسبوسة تضرب وسط الرأس.